مساء الخير مشاهدينا ومساء الخير للفنان محمد الصيرفي. مساء الخير. هلا والله محمد، ما شاء الله فنان وممثل ومنتج واخرجت وعديت برامج. اي طبعا كلها اعدادي البرامج. صرت منتج. صرت منتج. وينك اليوم عن التمثيل محمد؟ موجود عندي مسلسل انتاجي هم بعد اسمه خطوات الشيطان، تاليف الاستاذ الكبير اسمحان توفيق، اخراج اخوي حمد البدري. يقولون المنتجين ان وجهك كان فقير عليهم، ليش؟ بالعكس، انا اكثر واحد وجهي خير. شوف الاعمال اللي انا اشتغلتها وشوف اذا كانوا مليانه والمنتجين ونجحت الاعمال ولا لا. وليش اليوم ما يستدعون محمد الصيرفي؟ ما يستدعون محمد الصيرفي بحكم ان محمد الصيرفي صار منتج، وبحكم ان محمد الصيرفي ما عنده شلل، مو مرتبط لشلة معينة. باقي المنتجين ما عندك انت باقي منتجين، انا قاعد اتكلم عن منتجين، احنا عندنا بس منتجين. ما يعني عندهم شلة معينة يشتغلون معها، يعني يشغلون عيالهم. اوكي. المنتجين يشغلون عيالهم، ما يشغلون او واحد من شلتهم. عشان كذي اليوم انت مو قاعد تشتغل؟ لا، يمكن لان انا شوية حقاني، انا شوية ما اجامل، انا ما اقعد انافق منتج علشان اشتغل، ما اروح ارافق عياله علشان اشتغل. ليش محارب اليوم محمد؟ طبعا انا محارب، انا محارب، انا مظلوم اعلاميا. من منو؟ من بعض الموجودين بالمجال الفني. مثل منو؟ لا، ما احب اذكر لك مثل منو، ما يصير اذكر لك مثل منو. ليش خايف تقول اساميهم؟ مو خايف اقول اساميهم، ليس كل ما يعرف يقال. انا ممكن اقول اسمه باكر يرفع علي قضيه، ليش انا ادشش نفسي بمشاكل مع واحد ما يسوى؟ هذه المشاكل اثرت على نجوميتك؟ نوعا ما. خليتك تتراجع شوي؟ نوعا ما. وغيرك من الأسامي تسبقك؟ نوعا ما. حلو. بديت مع مجموعة من نجوم الشباب، اليوم من النجوم هذيل وين تصنف نفسك بينهم؟ ما أدري، يمكن هذا السؤال يوجه للجمهور ما يوجه لي أنا، هم يصنفون فلان وينه وعلان وينه. مثلا جرح الزمن كان اسمك قبل يعقوب عبد الله وقبل شيماء علي وقبل أحمد يراج. اي. واليوم وينك عن هالأسماء؟ شوف اخر كادر لي باخر مسلسل لي، راح تلاقي انا اسمي قبلهم، ما زال اسمي قبلهم. في نجوم طلعوا في المسرح، محمد صيرفي ما نشوفه نجم شباك مقارنه بجيله. هذا سؤال انت وجهه نظرك ولا وجهه نظر الجمهور؟ احنا قاعد نشوف الدراما بالمسرح، ما حد قاعد ياخذ محمد صيرفي كنجم مثل النجوم الشباب اللي طلعوا معاه. منو عندك مسرح؟ شفنا يعقوب عبد الله مثلا اشتغل. يعقوب عبد الله شنو اشتغل؟ مع احترامي لمسرح غير مسرح طفل. جاوبني انت شنو اشتغلت؟ انا كاركتري مختلف جدا عن يعقوب عبد الله. يعقوب انا لما يجيني المنتج يقول لي ابيك مسرحيه اطفال، اقول له انا مو نجم مسرح طفل، انا نجم مسرح كبار. ابناء جيلي كلهم اذكرهم اذا بتلاقي ولا مسرحيه كبار مسوي. انا الوحيد المميز فيهم. شنو تقييمك حق تجربتك في مسرح الكبار؟ لا، جيده الحمد لله، ولو انها قليله ولكن جيده. اشتغلت نهايه مخروج مع الفنان الكبير احمد جوهر، قناص خيطان، انا الوحيد من ابناء جيلي اللي وقفت مع حياه الفهد وعبد الحسين عبد الرضا بنفس الوقت على المسرح مع بعض. وليش ما وقفت معاهم بالدراما؟ هم ما وقفوا ويا بعض بالدراما. لا، انت بديت مع الفنان الكبير حياه الفهد. انا لا، بالعكس عندي اعمال جميله ويا سيده الشاشه. اليوم ليش ما اشوفك معاها؟ هذا سؤال يوجه لها. في خلاف محمد؟ لا والله ابد، بالعكس الله يحفظها، ما بيني وبينها الا كل خير، بس يمكن هي تتعامل مع منتج ما يبيني. I don't know. ممكن بدال لا يجون يحطون محمد يحطون عيالهم. I don't know. هذا السؤال يوجه انت لها. ليش ما تسعى؟ لا انا شوف، خليني اقول لك شغله. انا الله يذكرها بالخير هذه امي الثانيه، ام سوزان حبيبتي. بس انا من النوع الحساس. يعني ما احب كل مناسبه ادق، انا مقصر، هذا شيء مع عمي ابو عدنان، انا مقصر ما ادق، انا ما ادق، اشوفهم مكان استانس، افرح، اسلم عليهم، ارحب، لان بالنهايه هذيلا قدوتنا. انا اخاف ادق اهنيك كل عام وانت بخير، تحط ببالك ان انا ابي شغل. اتحسس من هالمواضيع. باقي الفنانين الشباب قاعدين يسوون كذي؟ معظمهم. وهذا مو غلط، انا اللي غلطان. روح شوي حق برامج المقالب، شايف المجتمع الكويتي يتقبل هالنوعيه من البرامج؟ والله ما ادري، يمكن نص ونص، وفي اللي مصدق وفي اللي مو مصدق.
وفي اللي عاجبه وفي اللي مو عاجبه، بس اتوقع يمكن الاكثريه مو عاجبهم. يمكن ليش تقدم هالنوعيه؟ لاني ناجح. شلون قيمت النجاح هذا؟ اقيمه من خلال طلعاتي، من خلال روحاتي، اياتي، اعجاب الجمهور، هذا كله. روحاتك اياتك يمكن حق ناس انت تعرفها فتجامل اليوم محمد. جمهور يجاملك؟ ايش حق الجمهور يجاملك؟ لما اروح سوق ويصور معاي واو الحلقه الفلانيه، لا لا والله انك كذي استمر، ايش حقه؟ هذا بيشوفني مره واحده يمكن ما يشوفني مره ثانيه، ايش حقه يجاملني؟ الجمهور ما يجامل. انسحبت من مسرحيه صيد بلندن، ليش؟ اساسا انا ما كان عندي دور بصيد بلندن، ولكن مسرح طارق العلي هذا بيتي الثاني، وعيسى العلوي اخوي وطارق العلي اخوي. قبل رمضان بكم يوم قالوا لي محمد، بحكم ان انا عارفين امكانيات محمد، ما هو مجامله، عارفين امكانياتي، عارفين ان انا اقدر اخلق دور وانجح فيه، فقالوا لي تعال سوي لك دور، نبيك معانا، فتعال سوي لك دور. قلت اوكي، بس هم بعد السن بالنهايه انا ما نصغير عبد الله، رمضان متعب، فما كان في وقت تسوي لك دور. ما كان في وقت اساسا يعني، وكنت انا تعبان بنهايه رمضان يعني، بس خلاص تعبان. فعرضت معهم عرضين، قلت لهم يا جماعه ماني قادر، السلام عليكم. قالوا لي عليكم السلام. ما بيني وبينهم الا كل خير، واكبر دليل انا معاهم بالفيلم الاخير. انا فنان محارب في الوسط الفني لاني ناجح، انتج من جيبي الخاص لانه ما في حد يدعمني. اتعمد استخدم الافيهات عشان اسوي فني، لان اعتمد انا دائما ببرامجي على المصداقيه، الاثاره، الكوميديا. نعم او لا؟ لا. نعم تفضل. على مستوى الخليج لا يوجد برنامج كاميرا خفيه اقوى من طادو. طبعا هذا حتى اللي يكرهني يقول هالحكي. صادو ما هو برنامج ناجح، صادو بصمه. استوحيت فكره برنامج الكينج وصل من الانستغرام. اي صح، انا ملك الكاميرا الخفيه في الكويت. يمكن بالخليج، يمكن بالوطن العربي، يمكن في ناس تشوفني انا واحد افبرك، لاني ملك ولا بطيخ، ولكن انا ادب نفسي ان انا ما افبرك، فانا اشوف نفسي نمبر 1. هذا حق مشروع. افضل من قدم برامج المقالب، رامز جلال ام محمد طاحون؟ لا طبعا رامز، لا طبعا ما في وجه مقارنه، رامز افضل مني بالفلوس، بالدعم من ام بي سي، بالامور، ريال قاعد باريس هيلتون 300,000 دولار، قاعد يصرف كمقلب رامز يقدمه. انزين كمقلب وكتكنيك، ما ليس كل ما يعرف يقال، هذا ملعبي انا احتفظ فيه لنفسي. محمد الصغفي جاهز لرد على الاتهامات؟ ايه تحت امرك، حطوا لي الموسيقى دو دو دو. يلا محمد الصغفي، انت متهم بانك جازفت بحياة ضيوفك عشان الشهرة والفلوس، وهذا اسلوب بعيد عن المهنية والإنسانية. اتفق معاك، فعلا انا جازفت بنفسي وجازفت بضيوفي، واللي احب اوجه لهم تحية كبيرة. فعلا في اشياء ما كان فيها سيفتي، والله ستر، فعلا جد والله الله ستر. محمد الصغفي، انت متهم. كله متهم مسكين انا. زين انت متهم بالاختفاء المتعمد عن الساحه الدراميه، والمنتجين اليوم ما يطلبون. صح ما يطلبوني. لانك منتج؟ لاني منتج، اي صح ما يطلبوني. صح. انا صح اقول عنه صح. ما يشوفون فيك موهبه محمد؟ يمكن. يمكن بالعكس. يدوني راح اكل الجو عليهم. وبالنهايه معروف محمد الصيرفي في منو. في منتجين حاطينك في البلاك ليست؟ ايه ممكن هم اللي قاعد يحاربوني فنيا، يمكن قيرانين اني صرت منتج. ما تفكر اليوم تبتعد شوي عن الانتاج وتركز اكثر على التمثيل؟ والله افكر اهد التمثيل كله بعد، مو بس الانتاج. اقسم بالله لا، لان بالنهايه اليوم انا ما شاء الله مو بعمري الاولي، للحين ما كونت لي اسره، للحين ما كونت لي بيت. هذه الأشياء أنا أفكر فيها. إذن لمتى؟
شنو المردود المادي مو مستاهلة وايد، فأنت تقعد بينك وبين نفسك في حسابات تفكر فيها إنه ممكن يوم من الأيام حتى التمثيل أنا هدي، شنو المشكلة؟ هذا كان غد محمد صارفي على الاتهامات، نشوفكم بحلقة قادمة. فماذا أقر واعترف وأبصم بالعشرة على كل كلمة أنا قلتها بالبرنامج اللي تبون تحطونه حطوه. أشكركم كلكم على رأسي، سلام.